قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إن هناك جلسات أسبوعية تم تخصيصها أيام الأحد والثلاثاء والخميس، حيث سيتم مناقشة المحور السياسي الأحد والمحور الاقتصادي الثلاثاء والمجتمعي الخميس. وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى للحوار أضاف أن هناك دعما غير محدود من الأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتا إلى أنه تم إصدار مدونة لتحديد حقوق وواجبات المشاركين في الحوار. أتوجه بشكر جزيل لجهتين، الجهة الأولى للأكاديمية الوطنية للتدريب الأخت العزيزة الدكتورة رشا راغب التي دعمت أعمال الحوار ومجلس الأمناء والأمانة الفنية، ما يمكن أن أصفه بأنه دعم غير محدود، ويعني لم تتأخر لا هي ولا الأكاديمية علينا في أي شيء طلبناه. صحيح إحنا تقلنا عليهم شوية ولكنها لم تكل أبدا مننا. الجهة الثانية اللي أنا لازم أشكرها زملائي من أعضاء الأمانة الفنية، أنا ما بشتغلش لوحدي، أنا يعني ليا 75 زميل وزميلة من المتدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب، شباب وشابات، يعني ما أقدرش أقول غير أن أنتوا لو قربتوا منهم وعرفتوهم هيبقى يعني هتفرحوا أن إحنا عندنا هذا المستوى من الجدية والتفاني في العمل. حوار جاء ليجمع الكل على قلب واحد وكلمة واحدة. تلبية لدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلق الحوار الوطني، والذي دعا إليه الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية شهر رمضان المنقضي. حضور مكثف للفيف من أعضاء الحكومة يترأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من السادة الوزراء. وفي الحقيقة احنا قطعنا شوط كبير جدا في كل الرؤى السياسية المختلفة في ثلاث محاور السياسية المعروضة، وتقدمنا بهذه الرؤى إلى لجنة أمناء الحوار الوطني في المجال الاقتصادي والمجتمعي والمجال السياسي. الحوار الوطني حضرتك الاسم يعني حوار الوطني اللي هو يوم تاريخي، دعوة كريمة صادقة مهمة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، عشان كل الناس المهتمة بالشأن العام وبالعمل العام واللي عايزة تخدم المواطن تلتقي وتتحاور حوار بناء. حوار يضمن حق الجميع في المشاركة والتنمية على طاولة واحدة، ينحي الجميع فيها انتماءاتهم جنبا، واضعين مصلحة الوطن هدفا يحتويه القلب والعقل. هذا الحوار الذي يجمع كل الأطياف ويجمع كل أبناء الوطن تحت قيادة رئيس واحد لوطن واحد على أرض واحدة تحت سماء واحدة ننهل من نيل واحد، هي وطننا بلدنا مصر العزيزة. يمكن احنا كحزب قدمنا مجموعة من التوصيات الهامة، من أهمها أو على رأسها التوصيات الخاصة ب تنمية سيناء. يمكن احنا الحزب اعتقد الحزب اللي سلط الضوء بشكل رئيسي على هذا الاطار، لان تنمية سيناء هي اتجاه دولة، ويمكن فخامة الرئيس والقيادة السياسية كلها متجهة لهذا الشق المهم. جاء اليوم تتويجا لنحو 2000 من ساعات العمل للأمانة الفنية تمخض عنها 3 محاور رئيسية، هي السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لمواصلة طريق بناء جمهورية جديدة أساسها دستور 2014.